مشت بإليك خطى الشباب المطمئن. يصدق فيك كل الناس قلبي يفصل وتسمع فيك كل الناس أذني. يلا. يصدق فيك كل الناس قلبي وتسمع فيك كل الناس أذني. وكم طافت علي ظلال شك وكم طافت علي ظلال شك وقضت مضجعي واستعبدتني. كأني طاف بي ركب الليالي يحدث عنك في الدنيا وعني. أحفظ. كأني طاف بي ركب الليالي يحدث عنك في الدنيا وعني. على أني أغالط فيك السمع وأبصر فيك غير الشك عيني. على أني أغالط فيك السمع وتبصر فيك غير الشك عيني. وما أنا بالمصدق فيك قولا وما أنا بالمصدق فيك قولا وما أنا بالمصدق فيك قولا ولكني شقيق بحسن الظن. وبي مما يساورني كثير من الشجن المؤرق. لا تدع لا تدع. وبي مما يساورني كثير من الشجن المؤرق. لا تدع. تعذب في لهيب الشك روحي تعذب في لهيب
اوعوا تناموا مني وتضحكوا بالجنون وبالتجلي. خلاص اصحوا. شوية فوقان كده وخلاص ساعتين وهنمشي. حته صغيره ناي بعد رجلي مش صغيره، حته ناي صغيره صوتي كمان كده ناي
حاضر. يلا يلا. طبعا انا عشان ما فيش وقت نسيت اشكر طبعا دعوه من الدكتور محمد سعد مؤسس الصالون على الاستضافه، وارحب بمعالي سفير المملكه، وارحب بمعالي الوزير الدكتور سيد مشعل، وارحب بجميع الاحباء والاصدقاء. ولولا دي الوقت كنت برضو مش هرحب بكم، مش هنحس اسانيكم. We'll be right back.
واحدة بس. يراودني الأمل
سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. الفرقة اللي تعبت معنا النهاردة نحييها، أستاذ فاروق، أستاذ أكرم، أستاذ علاء كرمان، أستاذ محمد عابد، أستاذ صفوت، أستاذ هيثم، أستاذ عماد، أستاذ أشرف، والأستاذ إيهاب، أستاذ حسين، والأستاذ عادل. وبنشكر أستاذ مصطفى مطلوب والأستاذ الدكتور محمد سعد الدين صاحب الضيافة. نلتقي في الشهر القادم إن شاء الله.